السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، كيف حالكم وكيف صحتكم؟ الله يبارك فيكم. شيخنا، الآن جاءني سؤال وجواب على السؤال، على هذا السؤال صعب جدا. فهل يعني اطلعت على فتوى أو كلام للعلماء في هذا الموضوع، أو هل في بلاد الحرمين أفتى العلماء في هذا الأمر؟ هل حدث شيء يشابه هذا عندكم؟ بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الآن جاء من الأطباء من مستشفيات رسمية من الشيشان. الأطباء الذين يعالجون المرضى بمرض كورونا فيروس، فهم ألزموا من جهتي، من طرف الوزارة الصحية، ألزموا بأن يلبسوا اللباس وقائية. فهذا اللباس لازم يبقى عليهم، على جسدهم، خلال 24 ساعة. ممنوع أن يخلعوها، لا يجوز لهم لا أن يخلعوها، ولا يجوز لهم إظهار الوجه ولا إظهار اليد ولا أي شيء. وفي نفس الوقت هذا اللباس خاص فيها مخيط تحت، يعني بامبرز كما عند الأطفال، بامبرز. يعني الأطباء يقضون حاجة صغيرة والحاجة كبيرة في هذا اللباس، في هذا اللباس. وإذا أرادوا مثلا أن يتيمموا لا يستطيعون إخراج أي عضو من أعضائهم خارج اللباس، وأيضا لا يستطيعون التيمم، لأن التيمم يحتاج إلى إظهار اليدين والوجه، وهذا ممنوع. في خلال 24 ساعة هم في هذا الحال، يسألون هل ماذا يجوز لهم، يعني كيف يصلون، ما هو يعني بأي صفة يصلون. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، هل يوجد هناك فتوى يتعلق بهذا الأمر، أو هل يوجد الشيخ متخصص في الفقه نسأله في هذا السؤال؟ بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب: المتقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر في القواعد أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر في القواعد أن مع العسر يسرا، والمتقرر في القواعد أن الحرج مرفوع في هذه الشريعة عن الأمة، والمتقرر في القواعد أن التكاليف الشرعية تناط بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر في القواعد أن لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، والمتقرر في القواعد أن المأمورات مقيدة بالاستطاعة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد دلت الأدلة الشرعية على أصل عظيم ومقصود من مقاصد الشريعة الغراء، وهي أنه يقال في باب الحاجات والاضطرار ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. وعليها، أي وعلى هذه الأصول والقواعد، نخرج جوابنا على هذا السؤال، وهو أن فاقد الطهورين، أن فاقد الطهورين الماء والتراب، سواء أكان فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا، فإنه يصلي بلا طهارة، لأن الطهارة معجوز عنها في هذه الحالة. فهؤلاء الأطباء الذين يباشرون حالات المرضى بهذا الوباء المسمى بكورونا، والذين تلزمهم الدولة ممثلة في وزارة الصحة بأن يلبسوا هذا اللباس الكامل من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، فلا يستطيعون أن يخلعوه مطلقا من باب استدفاع الوباء عن أنفسهم والإصابة بهذه العدوى، ولا يستطيعون الاستنجاء ولا التنزه من النجاسة، لضرورة أن هذا اللباس ليس فيه فتحات يخرج منها الأذى أو يغسلون عنهم الأذى،
فلا يستطيعون الاستنجاء ولا الاستجمار، ولا يستطيعون الوضوء ولا التيمم، ولا بد أن يبقى عليهم هذا اللباس 24 ساعة، فلا يستطيعون أن يتطهروا ولا أن يستنجوا لا بالماء ولا بالتراب. فنقول في حقهم إن وجوب الطهارة واشتراطها مرفوع عنهم، فلهم أن يصلوا على حسب حالهم من غير وضوء ولا تيمم، لأنهم لا يستطيعون، والواجبات الشرعية مقيدة بالاستطاعة، وهذا من رحمة الله عز وجل في هذه الشريعة. فهؤلاء الأطباء في يوم نوبتهم في مباشرة العلاج لهؤلاء المرضى، وفي حال لباسهم لهذا اللباس الذي لا يتمكنون معه أن يتوضأوا ولا أن يستنزهوا من النجاسة ولا أن يستنجوا، لهم أن يصلوا الصلوات الخمس بلا وضوء ولا تيمم، تسقط عنهم اشتراط الطهارة في هذه الحالة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. بل ويدل على ذلك بخصوصه حديث عائشة في الصحيح، لما فقدت عقدها مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مكان بحثا عن العقد، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وكانوا يصلون هذه الأيام من غير طهارة لأنهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء حتى نزلت آية التيمم. فدل ذلك على أن العاجز عن أحد الطهورين له أن يصلي بلا طهارة. وقولنا الفقد الحكمي معناه أن الماء يكون موجودا ولكن ثمة عذر يمنع من استعماله، والمتقرر في القواعد أن الفقد الحكمي منزل منزلة الفقد الحقيقي. فهؤلاء الأطباء كأنهم يفقدون الماء والتراب فقدا حقيقيا، مع أن الماء موجود أمامهم ولكن ثمة عذر يمنعهم من استعماله، فهم يفقدونه فقدا حكميا، والفقد الحكمي منزل في الشرع منزلة الفقد الحقيقي. ففتياي في هؤلاء الأطباء الذين لا يستطيعون خلع هذه الملابس بسبب الاحتماء بها من العدوى في حالة مباشرة هؤلاء المرضى، أنني أجيز لهم أن يصلوا الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا يجوز لهم أن يخرجوا الصلاة عن وقتها بلا طهارة، فلا يجب عليهم لا وضوء ولا تيمم لأنهم يعجزون عنه، والواجبات الشرعية تسقط بالعجز، والله أعلم.